رحب بحضراتكم دلوقتي الفقرة الحوارية، وزي ما نوهنا في بداية الحلقة احنا معانا كابتن شريف عبد المنعم. مش عارفة اقول بقى يعني نجم الاهلي السابق، ولا اقول الزميل، ولا اقول الشخص اللي وشه حلو علينا جدا، لان هو كل بتصدف كده كل ما بيكون معايا انا وكريم بيكون في بطولة الاهلي واخدها او ماتش الاهلي كسبه، يعني بيبقى دايما في مناسبة يعني مفترجة زي ما بيقولوا. خلينا نرحب بكابتن شريف، بس أأكد لحضراتكم يعني ان الحلقة دي مش هتبقى بس بنتكلم عن الكورة زي ما احنا متعودين، لا احنا هنتكلم عن الحياه الشخصيه، هنتكلم عن الحياه في رمضان، هنروح لجوانب اوعد حضراتكم محدش راح لها قبل كده، وانا عندي محضره اسئله كتيره جدا. بس نرحب في البدايه، يا مساء الخير ورمضان كريم عليك كابتن شريف، ومبسوطين بجد انك معانا. يا مساء النور، كل سنه طيبين، كل سنه طيبين كريم، وربنا يخليك يا كابتن. ميرسي على التقديمه الجميله دي، ايام مفترجه فعلا وايام جميله، ومن فوز لفوز لفوز أيوة. لفوز الحقيقه المنظومه كلها الحمد لله، كانت في القناه او في المؤسسه كلها، مؤسسه الاهلي الحقيقه فعلا الحمد لله وشينا كلنا حلو على بعض، اتعودنا ان احنا دايما ولسه اللي جاي احلى. العيد جاي، كلمه الفوز يبقى ده يخلينا بقى نبتدي مع حضرتك، لان فعلا زي ما نهاوند بتقول عندنا جوانب كتير نتكلم مع حضرتك عنها، بس تعالى نبتدي بماتش امبارح، وبعين الخبير كيف رايت هذه المباراه؟ رأيت المباراة امبارح وانا قاعد بتفرج كده، بمدير فني قال للعيبة هفن انزلوا استمتعوا، انزلوا اعملوا شخصية كل لاعب فيكم. الحقيقة اول 45 دقيقة، اول ثانية في المباراة بشوف انطلاقات، بشوف شخصيات بتثبت قد ايه فردياتها عالية جدا، قد ايه امكانيات لعيبة النادي الاهلي موجودة. شوط ما شفناهوش بقالنا فترة للضغوط النفسيه اللي كانت موجوده على اللعيبه من بطوله لبطوله لبطوله لبطوله، الفوز لفوز لفوز لفوز. الحقيقه الحمد لله من غير الاصابات طبعا، مش هتكلم الغيابات والحاجات دي، اللي انا شفته رجاله بجد امبارح اثبتوا ان هم لعيبه كوره، لعيبه كوره بيستحوذوا على الكوره حوالي 70% اول شوط، ما بيخلوش اي ميس باس، اي فرصه للفريق المنافس ان هو يكون ليه وجود، مع تصور ان المباراه يعني كانت ممكن تخلص في اكتر من اهداف في الشوط الاولاني لولا الهدف الجميل اللي جابه شيكابالا. الحقيقه عدل شويه وضع نادي الزمالك في الملعب، ولكن مدفع السحور ضرب محمد شريف ضربه تاني، ما خلاش فيه الوقت اللي احنا يتهيأ لنا السيناريو هيمشي ازاي، في اي خطوره رجع لوضعه الطبيعي، وضع السيطره بتاع الشوط الاولاني. ف قدوا مباراه كبيره جدا، نجوم كتير قوي جوه المباراه ما كانش كلهم، فهنتكلم. كان عندك يعني قطعيه حلوه منهم غايبه، الغيابات دي كانت من النقط اللي ناس كتير كانت خايفه منها قبل بدايه المباراه، حضرتك كنت قلقان من التفصيله دي ولا كنت عارف ان اللي هيحصل ده هيحصل؟ انا كنت منبهر امبارح مش قلقان. انا لو قلقان حتى او بعمل صف النجوم اللي مش موجود، بعمل حسابه وبديله قدره، من اول الشناوي، المعلول، محمد هاني، بتفضل ماشي بقى في كل خط عندك اتنين تلاتة، حتى وليد امبارح بيلعب هو متعور لما نزل بديل، ناصر مغبوط قبلها في دراعه، يعني عندك كتيبة اصابات وكتيبة روح عالية جدا بتثبت ان التيشيرت الاحمر فعلا ان هم قد ان هم يكونوا موجودين. مش عايز اقول ان مجلس اداره النادي الاهلي لما بيروح يقعد مع اللعيبه ويحفزهم، لا ليه يقول ان على راسهم الكابتن محمود الخطيب بيبقى ليه ساحر، بيبقى ليه تاثير ساحر الحقيقه. اللعيبه بتنبسط، اللعيبه بتادي، اللعيبه بتفهم بسرعه. عدم التشكيك في الجهاز الفني بتاعنا، في الاداري، في كل حاجه، كان الرد بالغ ورد جامد جدا. الجميل بقى في المباراه كله الروح اللي كانت بين اللعيبه، الحكم اللي نجح بامتياز، واللعيبه ساعدته على ان يكون هذا الوضع. ضربه جزاء جت واتلعبت، اتصدت بقى ما اتصدتش، يعني ده العادي، كل واحد خد حقه، كل واحد كان في الملعب بيحاول يؤدي اللي عليه، مشروع حق مشروع لكل فريق ان هو يقدر يدافع عن نفسه وانه يقدر يجيب اهداف. فكانت المباراه الحقيقه مثاليه في كل شيء. في بقى نقطه كمان كابتن شريف كانت حلوه، لان امبارح انا عندي اصدقاء كتير بتابع تويتر يعني بعد اي حدث، امبارح حتى الزملكاويه كانوا بيتكلموا ان فعلا الحق الاهلي لعب بجداره وكمان يستحق الفوز. دي انا شفتها كتير جدا من الزملكاويه، وانا احترمت ده بشكل كبير بصراحه، وكلنا علقنا يعني هارد لك زمالك، مبروك الاهلي. أيوة. مباراه تشرف مصر، كلنا علقنا قلنا الكلام ده. وده المفروض شيء طبيعي، يعني هنقابل بعض يوم 28 رمضان، يعني تاني، يعني في فرص تانية ان احنا
لقاءات القمه دي انها بتدي رساله قويه جدا في كل شيء الحقيقه. صحيح. وده الوضع الطبيعي اللي احنا بلدنا فيه الحقيقه دلوقتي، بنطلع ببنيه تحتيه برياضه بكل شيء يعني، وده اللي الناس لازم تفكر فيه ان احنا نبقى بقى بنائين يعني. بس التفاصيل حضرتك ذكرتها معظمها طلع على حد تعبيرك، بس الحته دي فضلت بعافيه حبتين. وخلينا نرجع نكمل كلامنا في النقطه دي، نستاذنك بس فاصل سريع جدا ونرجع نكمل حوارنا مع النجم الجميل كابتن شريف عبد المنعم. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده الى الاهلي في رمضان ونجم حلقتنا النهارده اللي منورنا كابتن شريف عبد المنعم، اللي طبعا هنكمل كلامنا معاه عن مباراه امبارح وعن اللي جاي وعن طقوسه في رمضان وهنتسحر ولا ايه الكلام. انا عرفت حاجه ولا القعده على الناشف ولا في حاجه اتقالت وانت ما كنتش قاعد. إيه؟ اقول لك بقى عليها. وليل. كابتن شريف كان بيقول لي ان هو بيعمل احلى طبق فول، قلت له بجد؟ فهو فعلا النهارده هيعمل لنا الطبق الفول اللي احنا هناكله. صح كده يا كابتن ولا انا ولا انا بقول اي كلام؟ ده لو عندكم فول. ده عندنا فول بيحضر يا فندم، بيحضر حالك. لا احنا هيبقى معانا كمان الشيف محمد خطاب. فول وكمون وطماطم، ماشي كله موجود، كله موجود. بالمناسبه ليه الفول على بساطته وبساطه مكوناته مش كل الناس بتعمله بنفس المستوى؟ بتلاقي فيه درجات متفاوته، في حد يثبتك بطبق الفول بتاعه وحد تاني عادي. حط حته زبده وانسى. هي اللي بتطعم الدنيا، هي اللي بتطعم. بالمناسبه في رمضان شويه عيش مقرمش وروح وروح. دي رؤيه جديده للفول. للفول؟ اه بالعيش المقرمش. تعالى تاكل فول بعيش طري. يعني عاده ما بنستخدمش العيش المقرمش غير في شوربه العدس مثلا. الناس اللي هي زيي عايشه على الفينو بالفول. اوكي. زمان كنت احب الفينو احط فيه فول كتير قوي. عارف العيش الفينو ده؟ طبعا طبعا. اقطع عيش الفينو واعمل سندوتشات فول واكله. الله. ما زهقت منه. بس حضرتك من الناس اللي انت مزجت لي في الاكل عموما صح؟ يعني عندي تيست كويس. لا يعني في كذا حوار سابق ما بين حضرتك ونهواند وانا في لقاءات سابقه في فواصل سابقه يعني عشان يبقى الكلام دقيق، لا مزجت لي في الاكل. ممكن اعمل لك فطار في 15 دقيقه. الله. لا طب والسحور في قد ايه؟ وفي ملوخيه ناشفه وحاجات كده. طب احنا هنشوف بجد، احنا هيبقى معانا زي ما كنت بقول لحضراتكم الشيف محمد خطاب، واكيد مفيش سحور بيخلو من طبق فول وسلطه وحاجات اللي زي كده. كل واحد وعنده ربنا مديله حته التيست اللي قال عليها كريم. كريم عايز ياكل النهارده حته جبنه بيضه ببطيخ مثلا. ده سهل طبعا. تعرف تقطع بطيخه؟ انا لا للاسف، بس بعرف اكلها بشكل مميز جدا على فكره، من غير ما اسقسق على نفسي واوقع على الهدوء. بتاكلها بقى مربعات ولا بتاكلها شقق ولا بتاكلها ايه؟ زي اللي بلاقيه في وشي بتاكل يا كابتن. تعالى الطاقه الطيبه يا كريم. خلينا ناجل الاكل شويه. انا عايز اروح بقى معاكم لنقطه حلوه جدا انا وكريم برضو اتكلمنا عنها في الانترو، لان دي بنسمعها كتير، وعايزه رد بقى قاطع وصريح من كابتن شريف. قال لك ايه؟ قال لك الاهلي ما فيهوش بديل للشناوي، قال لك علي لطفي مستواه يعني ما يسدش قوي، ومصطفى شوبير مش عارف ايه، كلام زي كده. واحنا هنرجع نقول تاني ما فيش حد اسمه محطوط ان هو محسوب على الاهلي ما يصلحش او ان هو اقل منها. فعلي لطفي امبارح اعتقد ان هو كان الرد على الارض زي ما بنقول، ومش محتاجين بقى نتكلم كتير. كنت متوقع بصراحه من علي لطفي كده؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ونعم بالله. كويس، مهما اتكلمتي. نعرف اعلامي طلع قال لفرقته انا مش هقبل اقل من ثلاثة بكره. انا عارفه حضرتك بتتكلم عن ايه. يعني ربنا يوفقه. الكوره اللي حصل في الماتش امبارح، لقيت شيكابالا بيحضن في اخر المباراه مروان ومقتنع بما حدث. مبسوط بما حدث بالجول اللي جابه، شاف ان فرقه النادي الاهلي فرقه محترمه جدا. كل التخيلات وكل التهيؤات اللي كانت ممكن تحصل في الملعب ما كانتش موجوده، ان الواقع شيء مختلف. مش الاهلي بس، اي فريق بيبقى بهذا الروح والاحترام لنفسه وذاته والاسم من ناديه واسم فانيلته وينزل يلعب ويؤدي بهذا الشكل، لازم ربنا هيكرمه. انا سمعت حد برضو وانا النهارده من الصبح بسمع اراء في محطات على الراديو بيقولوا حد دخل يحيي لعيبه النادي الاهلي، دخل يسلم عليهم بيقول لك وانا داخل بقيت حاسس ان انا لو رميت الابره هسمعها. قد ايه لعيبه مركزه، قد ايه لعيبه مهتمه. قد ايه لعيبه مهتمه بجماهيرها، مهتمه بشخصيتها، مهتمه بكرامتها، مهتمه بالفهم معنى مباراه الاهلي والزمالك. على الاقل ما نتغلبش، على الاقل نبقى طالعين اصحاب حبايب
ما بقاش فيه شكل زي اللي حصل امبارح. بس اللي حصل امبارح ده بقى ياخدني النقطة جت في دماغي امبارح وانا بتفرج، هو احنا ما بقيناش نتوقع الاهلي مؤخرا؟ يعني في مباريات بتحصل، مباريات بتحصل بنقول لا لا دي سهله جدا احنا هنخش نخلص على طول، هو ما بيحصلش. وامبارح كان بصراحه خلينا نكون صادقين كان في قلق، والعكس كان صحيح، احنا اطمنا من الدقائق الاولى. فهل ده ما بقاش بصراحة يعني بصراحه بيبقوا نازلين فاكرين انهم هيكسبوا في اي وقت؟ يعني فاكر الماتش بتاع المريخ؟ يعني بلعب فريق المريخ ده بالظبط اللي كان السيناريو، ونقدر نكسب هناك في اي وقت، ورحنا على الجول مرتين في الاول خلاص الحاله بقت اكتر ارتياح، وهوب جولين في وضربه جزاء راحت كمان من ستر ربنا. هو ده الرياكشن، هو ده اللي انت بتتكلمي عنه. كانش اللاعب هيحترم الجيم نفسه ويخلص الجيم بدري؟ احنا كان زمان الاوردر بتاعنا في اول 10 دقائق لازم الماتش يخلص، ما دخلوش المنافس معاكم في الجيم لان ممكن اي حاجه تحصل. احنا كنا بنلعب فرقه مولين العرب دي والله العظيم ثلاثه، كل من لعبهم يبقوا جايبين جون في جيبهم وهم نازلين، ما نلحقش نسنتر تيكو جول وتطلع نتيجه 4-1 احنا كسبانين، 4-3 3-1 2-1 كنا بنكسب. بس انت لا تتوقعي ان الخصم يبقى عايز ياخد منك ويقتنص منك اي شيء، اي حاجه، ان شاء الله فاول يحطه في العارضه ان شاء الله، يعني مش يكسبك بس. وقتها كابتن شريف برضو بتهيالي كانت الامور اهدى كتير بالمقارنة بالأيام اللي احنا فيها، يعني تفصيلة زي السوشيال ميديا اللي استجدت وحجم تأثيرها على نفسية اللعيبة، لو حد منهم بيبص بصة كده على تويتر أو على فيسبوك أو يعني أيا كان، حتى لو بياخد فكرة، ساعات لما لعيب بياخد فكرة مغلوطة مبنية على آراء مش دقيقة ممكن ده ينعكس بالسلب على حالته المزاجية وهو داخل يلعب على ماتش مهم. بتهيألي زمان ما كانش، طبعا نظرا ما كانش فيه إنترنت والنوع ده من الأمور، كان فيه مساحة للتركيز أكتر شوية، ولا ده انطباع خاطئ عندي؟ هذا كان في حاجه اقوى كمان يا كريم، احنا كنا اللعيبه زمان حتى الافارقه اللي احنا كنا بنروح نلعب قدامهم ما كانش في حاله الاحترافيه بتاعه افريقيا دي لفرنسا، اللعيبه دي كلها. جورج وايا ده كان بيلعب عادي في فين وفين لما احترف وراح لعب بره. احنا كنا بنجيب لعيبه زي عبد الرزاق ده اللي جه لعب مع المقاولين العرب، دي لعيبه نيجيريا كان فيها قمه من اللاعبين، مش حقدر اقول لك كوت ديفوار كان فيها والكاميرون والسنغال، كنا بنلعب فرق طبعا احنا كاملة الشكل والكيان، وانت كنت لازم تبقى بنفس المستوى بنفس الشكل. الفرقة لما بتيجي تروح تلعبها هناك انت رايح في المجهول، انت صحيح. مش عارف انت رايح تلعب، بتشوف حاجات وبتشوف جماهير وبتشوف حكام وبتشوف مطر وبتشوف وبترجع. والحمد لله يعني سنة 81 كنا هنتوج لولا وفاة الأستاذ رئيس محمد أنور السادات وما قدرناش نكمل بطولة 82، ربنا حقق لنا قدام كوتوكو عملنا بطولة وخدنا بقى على كده، ابتدت بقى 84 و85 و90 على ما اعتقد او 92، وقعدنا نكمل واحدة ورا التانية، بقت العادة بتاعتك بالذات عندك ثقافة التعامل مع الأفارقة، وابتدت الأفارقة بقى الجامدين جدا بيطلعوا بره يحترفوا في البلاد الأوروبية. أنت كإحساسك واللي تعودت عليه في المؤسسة بتاعت النادي الأهلي هو سيناريو واحد، انت عاوز تاخد البطوله، انت عايز تكسب بالزبط. ان شاء الله تبقى ليه، لان انا بوفر لك كل السبل الممكنه بالنسبه لك. طيب. شخصيتك بقى اللي هي ظهرت في ماتش امبارح دي بشكل دايما واضح. الله عليك في السؤال اللي انت سالته، انت بشخصيتك بتاعت امبارح كل لاعب طلع اللي عنده. ايوه واحد بيعرف يشوط استغل الشوط جاب جولين امبارح، محمد شريف طبعا، ولا انا غلط؟ واحده بيمينه والتانية بشمال، وفي اجمل من كده حاجه؟ لا مفيش اجمل من كده، وفي اول ثانيه كان هيجيب جول كمان بالعرضيه. صحيح. نطلع بقى فاصل، معلش انا بعتذر طبعا، بس احنا مضطرين الفواصل كتيره واكيد بس الخبر الحلو ان الفاصل ده هيقربنا اكتر من طبق الفول ده يعني جايين له اكيد لسه طبعا في محاور كتيره جدا هنتكلم فيها مع كابتن شريف، وفكره كمان رمضان وبيقضي رمضان ازاي، وعندي كده كام سؤال مرتبطين برضو، بتفرج على ماتشات ولا على مسلسلات؟ وبما ان حضرتك عندك باك جراوند برضو فني، فايه عايز اخد رايك في المسلسلات الحاليه الموجوده برضو، كل ده بس سريعا جدا بعد الفاصل. ماتش اهلي بيتلعب ومسلسل يعني ما ينفعش يتفوت في نفس التوقيت بيتعرض، هنتفرج على ايه؟ ماتش طبعا. شفت هو ده العشاء يا كابتن، هو ده هعمل الكرسي الرابع، هو ده العدل. طب سؤال برضو، لان انا وكريم كنا بنطرح الاسئله دي، لو ما فيش غير تلفزيون واحد في البيت وما فيش انترنت، تخيلوا حضراتكم بس معايا،
وحضرتك قاعد مع حد من يعني فرد من العيله مهم جدا، سواء بقى الزوجه الحما ما اعرفش، وقالت لك انا هتفرج على المسلسل ده وحضرتك عايز تتفرج على الماتش، هتعمل ايه بصراحه؟ بص كل واحد عنده طريقته يعني اسلوبه. ايوه، وهو اهم حاجه الاسلوب. انت مسيطر ولا مش مسيطر؟ اه ماشي. كريم قال لك انا يعني على حسب. ايوه احنا لما كنا بنتكلم في الفاصل كريم قال انا مش عايز مشاكل، اشتري اللي جاي من عمري واشتري اللي جاي من بقيه الليله. انت كل العمر ده لسه ما قدرتش تعمل قاعده ان الماتش اهم من المسلسل؟ لا، في ماتشات يعني مثلا لقاءات القمه بصفه خاصه اصلا ما بقاش في مساحه للنوع ده من الجدل اساسا، مفيش مساحه للكلام فيه. لكن لو ماتش مش هاممني انا شخصيا عادي جدا بكره. انا البيت عندي كروي، البيت عندي كروي، بيعرفوا اللعبه الحلوه. بالمناسبه بقى، بمناسبه الكلام عن المسلسلات والفن، وحضرتك برضو قطعت شوط كبير في دنيا الفن والسينما والمسلسلات، وكمان ما خدتش الموضوع من على الوش، حضرتك تصديت للانتاج. للدرجه دي كنت حابب الفكره، ولا كنت حابب فكره ان انت تبقى صانع افلام لنفسك اولا قبل ما يكون بمشاركه فنانين ونجوم اخرين عشان تثبت حاله، زي ما اثبتت حاله في الكوره لازم كمان تسيب نفس البصمه في الفن؟ هو انا ما بحبش الفشل. خدوني كده من دار للنار بعد الحادثه بتاعتي. كنت برجع اعمل ريكفرنج تاني، انا العب كوره تاني. قالوا لي ما تيجي تمثل، قلت لهم والله ما عنديش حاجه يعني ممكن امثلها وممكن اجرب. فلما دخلت ما كانش فيه اهتمام بيا باي حاجه ولا علموني اي حاجه، سابوني كده شيطاني يعني. دخلت زي ما دخلت زي ما خرجت، ولا والافيش شريف عبد المنعم، ولا كنت انا ومحمد الحلو وليلى علوي. قلت لهم انا عايز ليلى علوي البنوته الصغيره، عايز عايز عايز. وفيلم عدى اتعصبت يعني، لا انا بقيت عادل هيكل ولا انا بقيت اكرامي ولا كابتن صالح ولا انا كابتن صالح، طبعا كاريزما كبيره. فجت فرصه تانية بعد ما خلصت لعب خالص، جالي نبيل صروفيم مخرج بتاع اي ار تي طبعا، طبعا طبعا، وهو بيكتب وكمان انا بعمل فيلم اسمه عوده الهارب، انتوا جبتوا الافيش بتاعه، انا عايزك تيجي تعمل معايا الفيلم انت وحسين فهمي ومحمود ياسين وشهيره الناحيه الثانيه. قلت قصة كويس قوي طبعا، في بقى ناس كتير لوسي و كنت عايز بقى تسيب بصمه المره دي. قلت فرصه. ايوه. ونبيل بيحبني، كان بيحبني ايام الكوره يعني، ف وفر لي وقال لي يلا ولو عايز تخش عايز ادربك على الانتاج كمان وشافك. قلت له لا انا سافرت بره ورجعت وشفت، انتوا بتعملوا السينما بطريقه غريبه قوي يعني، احنا ممكن نعمل عندنا امكانيات نعمل حاجات كتير قوي. كان عندي طموح بقى ان انا اعمل افلام باسلوبي باللي انا شفته. أوكي. من الحاجات اللي انا شفتها في الكواليس، والسبيل الوحيد ده ان انت تنتج الحاجات اللي هي ما تخش كده تشتغل. الافلام اللي هي قعدنا فتره بنتكلم عليها اللي هي الافلام اللي بيسموها 20,000 جنيه دي ومش عارف مقاولات، انا مش عايز اروح السكه دي خالص، عايز اعمل فكر، عايز اعمل كلمه زي بركان الغضب، مفيش سلاح ضد طوب، مش هيفضلوا فلسطينيين يحاربوا، الصواريخ دي كلها طوب والولاد يموتوا وحاجات كده. فكان لينا رساله كبيره قوي في الموضوع ده. كلمنا عن الغجر الهنجرانيه، الولاد اللي بتشوفهم في الشوارع دي كلهم، ليه الناس دي ما تتلمش ويتعمل لهم مدارس ويتعالجوا؟ كان في يعني قضيه بتناقش، والعزب اللي هي كانوا بيبقوا قاعدين فيها تبقى الحضاريه اللي هي الوقت دلوقتي اللي هم بيخشوا بيعدنوا ويمدنوا كل حته، ما بيخلوش حته دلوقتي. كان فكر قديم زمان يعني من ايام التسعينات يعني. فكان ده فكري وكان ده مفهومي للحكايه. ودخلت في عوده الهرب وبرضه اتفرمت. ما خدتش حقي بقى. ايه كان حسين فهمي راح ربنا يديه الصحه على امريكا، وجي الاستاذ عزت العالي الله يرحمه والاستاذ محمود ياسين، اشتغلت انا وعزت ضد محمود ياسين وشهيره، وعلمني محمود ياسين وشهيره حاجات كتير قوي. ابتديت بديجري ابتدى يعمل معايا طبعا يتبلور اكتر. ابتديت اقعد اخش اشوف فيلم تاني اسمه الصفقه كده، انا واحمد عبد العزيز وشيرين. شيرين قالت تعالى انت بتحب التمثيل، راحت قالت لهم ما تجيبوا شريف عبد المنعم ده، ابتدى برضه دخلت وكان معايا جمال ابو رايه، كنا لسه برضه جروبات كده جديده كانت افلام. فاللي بيخش الكواليس انت عارف، واللي بيخش السينما ما بيعرفش يخرج. يعني ان شاء الله. طب وخرجت خش ان شاء الله. يعني ليه خرجت خروج شبه كامل؟ مش ولا الفكره ممكن ترجع تراودك من جديد سواء انتاجيا او مشاركه؟ والله لحد دلوقتي بيتعرض عليا ولحد دلوقتي انا، بس انا اتعلمت ان انا في حته دايما ما ينفعش بعمل بطوله وحاجه اعمل مشهد ست سبع مشاهد مش هيعلمه
عايزيني هعمل كذا. طب وليه ده انا خارج بطل او خارج ليه؟ بس والله فيها حاجات مشاهد بتعلم يعني. ما انا عملت مشهد فتام اسرائيل صبرا وشتيلا طبعا، والله يرحمه غسان مطر، والله يرحمك استاذ محمد راضي، قال لي تعالى اقف جنبي ايهاب راضي اخوك ومش عارف ايه. كان معاكم خالد النبوي كمان في اللسته البدايه، كنا رايحين نعمل حلقه البطولات صح كده. ورغده تعالى في فيلم اسمه حلقه البطولات، كل مصر مثلت فيه، اللي هو عن المشير محمد علي فهمي، عن حرب اكتوبر وكده وما اعرفش ايه. انا مثلت فيه شارون يعني كمان عملت شارون الشخصيه. درست بقى الشخصيه كابتن ولا درست ولا حاجه؟ انا عارفه بيمشي ازاي وبيتكلم ازاي، وهو نرفز على طول، وهو اللي عمل الثغره، وكان في حديث طبعا مع لقاءات جامده وتعدين. اكيد اكيد كل المراحل دي انت بتتعلم فيها كل شيء طبعا. وصلت خلاص بقى ان انا بكتب وبقعد على المونتاج. وجي قعد احد الاصدقاء محمد عايش وطاهر الطاهر، كنت بحكي لك عنهم دلوقتي، قالوا لي ما تيجي نعمل هومالون. الطفل اللي اهله سابوه قلب هما لون ده، بقى ما جينا نعمله بقى الغجر. لا ده في فرق كبير قوي. ونرجع نخش، طيب نعمل فيلم تاني بركان غضب. طب امبراطور الشر ده اتعرض عليا ايام محمد رمزي الله يرحمه برضه، ان احنا نخش فيه ميرج يعني نعمله هو وتحت الربع. يعني بقت كل سنه فيها فيلمين ثلاثه، بقيت ليك وجود، ليك كواليسك، ليك ايرادات بتحصل في الوسط اللي الناس ما كانتش، مش ممكن ده بيحصل له ارش كومبلي. يعني فيلم بروتوت الشر ده عمل معادله غريبه جدا، توزيع فيديو وتوزيع وبعد كده حسيت انا لا دراسه فن ولا اي حاجه، استكتروا عليا بقى، ولا انا جاي من عندهم. قال لك الله ده هو بيمثل وبيكتب وبينتج وبيمنتج. طب ما دلوقتي في ناس كتير كده. لا ما انا بقى بقيت لي لوش فهو بقى يعمل كده لنفسه. اوكي احتضني ناس، احد الناس زي الله يرحمه ابراهيم عفيفي، عمل لي فيلمين اللي هو قبضه الهلالي، وكان فيلم اسمه فخفخينه عملته انا ورانيا يوسف ويوسف شعبان الله يرحمه. فده كان اخر حاجه 2010 كبطوله ان انا اشتغلت. قول لحضرتك على حاجه بقى، احنا هنرجع تاني مثلا 2021 مع بعض بقى نعمل حاجه. وكريم ما انت بتمثل والله كتر خيركم اللي انتوا افتكرتوني. احنا نعمل العمل مشترك بقى. بس كريم عارف عمل اهلاوي مشترك. كريم عارف السكه. انت ما شاء الله يعني هتجيلك ده لا والله اتعرض عليا قبل كده فعلا، اتعرض عليا بس وقتها ما كنتش عايزه امثل، دلوقتي ممكن. يعني احنا على رمضان الجاي ان شاء الله هنشوفك هناك مش هنا. خلونا بقى نقف عند النقطه دي ونروح هناك ونروح هناك بالظبط عشان نقرب بقى من اطباق الفول والطعميه والحركات. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع كابتن شريف عبد المنعم. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد من قلب الحدث، من قلب المطبخ. وفي عمليه تكسير للبيض بتحصل، ودي حاجه بتنبئ بكل خير ان شاء الله. لحظات السحور اللي انا شخصيا ببقى مستنيها من اول الحلقه، واللي سمعنا في اول الحلقه بالمناسبه ده كابتن شريف هيبقى ايه؟ ليه ايادي بيضاء على طبق فول. ايادي بيضاء. فين بقى الكلام ده يا ابو كباتن؟ الراجل عمل كل حاجه. يعني مبدئيا طبعا شيف محمد خطاب احنا بنرحب بيك بجد، زي ما حضراتكم شايفين ملذ وطاب او ملذ وطاب. ده ايه ده بقى؟ ده عصير إيه؟ عصير فراوله. عصير فراوله، انا حاسه زبادي. فراوله باللبن. فراوله باللبن. عصير فراولة. وفي بقى السحور يعني ما حدش بيختلف عليه، سلطات جبنه بالطماطم فول. المره فاتت عملت لحضراتكم طعميه، المره دي بقى انا مش هعمل حاجه. كريم هتعمل لنا حاجه؟ مش من مصلحتكم ان انا اعمل اي حاجه في الليله دي، ولا من مصلحه الشيف محمد خطاب، عشان ما نبقاش ايه ضيعنا تاريخ طويل عريض مع المطبخ. ممكن الاملت انا ممكن يعني على الرفيع كده حاجات. بقول لك يا شيف اتفضل، انا عايز اخرج من الكلام ده كله. ايه رايك في ماتش امبارح؟ ايوه انا افضل حاجه طبعا تاخد النفس بتاعك بقى. مبروك طبعا للاهلي وجماهيره. انا عجبني ان الحكم اللي هم اتفقوا انه يبقى في حكم العدل. العدل لما يتواجد في الارض الفير بلاي. بالظبط فير بلاي. ان اللعيبه برضو كانت اخلاقياتها عاليه، مفيش مشاكل. ده اللي كان الواحد قلق الواحد من الجانبين بصراحه. بالظبط عاوزين نطلع بشكل دايما كده كويس، ده اللي انا دايما بتمناه. انت جميل ربنا يخليك. النقطتين اللي شيف محمد وقف عندهم هم نفس النقطتين اللي الناس كتير امبارح بجد احنا كلنا كسبناهم. صحيح يعني بالظبط والله نهينا ده شيء جميل طبعًا. يعني طبعًا. صرف النظر عن النتيجه بس ده بسطني انا.
دي حقيقة. يعني ربنا دايما مبسوط يا شيف محمد. وخلي الانبساط ده بقى ينعكس على البيض بالاملات اللي احنا بنصدده. هو الكلام ده بتسخن ولا بيتهيأ لي؟ لا ده يعني الطاسه دي سخنه شغال من تحت يعني ندخل بالبيض ولا نغير؟ لا هنعمل على طول. شيف اسئله فنيه وانت بقى ايه انت يعني اتولى الموضوع ده بقى كريم مع شيف محمد. دلوقتي بقى اسئله بس انا عارفه انك صريح. هنتكلم شويه لان دي اسئله الناس حتى بتبقى بعتاها على تويتر لما عرفوا ان حضرتك معانا. بيقول لك مثلا مين دلوقتي بقى من الفريق الحالي في الاهلي شايف ان هو ممكن يمثل ويبقى ناجح زي صالح سليم مثلا؟ تحس ان هو مش هقول خليفه بس اللي هو لو مثل هينجح نجاح صالح سليم. بس دلوقتي ما بقاش في معيار نهاوند تايم وقت للعيبه دي لو يعني احنا بنفترض لا دلوقتي المقاييس اختلفت كتير يعني ده خلاص يعني طبعا. هو عشان يروح يمثل التمثيل هياخد منه لا لا احنا بنفترض مش هيديله يعني. طب ما هم بيطلعوا مع رامز طلعوا مع رامز كل واحد بتشوفيه شكلا الموضوع ممكن يطلع منه ايه يعني الافات اللي هو ممكن الرياكشن بتاعه ده وفي في لعيبه دماغها خفيف جدا وسرعه في رد فعل وسرعه بديهه لا ده كل اللعيبه دماغها خفيف على فكره بس ايه مع بعض يعني عمل جماعي او مشترك في السفر لا بس في منهم كتير اتودكوا على فكره حتى بمشاركات صغيره في اعمال فنيه خلاص اتودكوا يعني ما بقتش الكاميرا ليها رهبه عند كتير من لعيبه الكوره على فكره بيلعبوا كل 3 ايام ماتش ما عندهمش فكر يعني حتى ما عندوش وقت يتفرج على مسلسل او يتفرج على فيلم انما انت لو انت شايفه في حد قولي لي انا هقول لك بقى بصراحه يعني حاسه اللي ممكن يمثل وما عندوش يعني رهبه الكاميرا ممكن يبقى كمان كويس محمد الشناوي مش عارفه ليه من غير تفكير وانا شايف بس بعد كده انت بقى تكمل سعد سمير لا سعد سمير قصه تانية دمه خفيف وبركات قصه ثالثه بركات قصه ثالثه يعني انا سعد سمير واجه الكاميرا قبل كده وقال وعجبتنا ايام ما خدنا دخلنا كاس العالم عملوا شويه اعلانات وشويه دعايه كان فيها تمثيل وكان فيها حاجات انا حسيت كهربا في الاطار اللي بنتكلم فيه برضو عامل شغل اتكلمنا في الموضوع ده الاسبوع اللي فات كهربا ده شكله انه موضوع عن فنان في كل حاجه يعني كابتن شريف انت هتنبهر خلال لحظات بطبق بيض غير مسبوق ادي بركات كمان اللي هتنبهر معايا تسلم ايديك ده انا مستني الفول انا مرقد على الفول بركات كابتن بركات طبعا تحيه كبيره انا بحبه جدا على المستوى الشخصي جميل شخص جميل دي حقيقه يقدر يترجم اي حاجه بخفه دم وزي الشيف كده ما هو بيعملها بسهوله واداء وفي ناس كتير روحها حلوه يعني عقبال بقى انا شوف عادي قاعده بتقعدي تسالي الاسئله دي عقبال ما انا بقى عادي قدامي واسالك طب على فكره ليه تقعدني دلوقتي وسالني يلا والله ليه لا اسالني اسالك انا وبعرف عني اني صريحه على فكره ايه الكلام وصلته فين هنعكس بقى هو هيسالني الله يلا يعني يلا يعني انت مثلا لو اتعرض عليكي في مسلسل هجمه مرتده ايه رايك في مسلسل هجمه مرتده طب انا ممكن اقول على حاجه بجد نو اوفنس زي ما يقولوا يعني انا ما بفتحش التلفزيون انا ما بتفرجش على نفسي في الاعاده تسلمي والله العظيم تسلمي دايما حضرتنا انت في اللي انا قلت ده لا اسمعني سمعتكم بتسالني على مسلسل انا من الناس للاسف الشديد جدا ان انا ما بعرفش اتفرج على التلفزيون سلامتي انا بكلمك على مسلسل الاعمال الوطنيه دايما ليها وضع انا عارفه وعمل وطني طبعا وانت تعملي شخصيه زي دي جديده على الناس طب ما تقولي انا هعمل ايه طيب انا قلت لك اهو مين في هجمه مرتده بفكرك بمين في نجوم زمان صبري مش هند رستم لا هند رستم لا رستم ده كان في كل عصر وكل عصر بهزر وكل دايما الاعمال الوطنيه ليها وضع خاص وليها معزه كده عند الناس كريم احنا هنعديها في عمل وطني الاول ماشي وبعد كده مش وحش وبعد كده هنخش بقى هنلاقيها سيره رجال سيره اعمال بتتحكم في بشر في خطوه خطوه يعني لغايه لما الدنيا تبقى بيس يعني والاعتماد على الافيشات بقى ونشوفها زي ما انتم عاملين افيش كده تحفه يعني الناس لما بتقعد تتفرج عليكم فعلا الحمد لله. تعمل فولوينج ان هي تبقى شغوفه جدا ان هي تشوف الصبح هتقولوا ايه دلوقتي بتاكلوا ازاي في طبق فول متميز جاي لك في الطريق انا خد بالك انا على فكره البيت ده مش معمول انت شفته بدري زي لا 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 زي الفل والله شفته بدري ني بص لا لا والله زي الفل هو ايه اللي زي الفل رشه فلفل هياخد بعد تاني ولا ايه الكلام صح في رشه فلفل هياخد بعد لا على فكره بجد ني احلى احلى طب ما تحطه عشان ابتدى يعمل من الجناب ليها اسم بتاع
لما الزيت لما الزيت بيتجمع كده ما بيجرش اصلا. ما هو مش زي زبده مستوي. انت حطيت كيلو خلاص يا حبيبي. دي خلاص دي وقعت بقى. بقول لك يا شيف المره الجايه هشتغل على الجزء اللي شويه جبنه مبشوره كده بارميزيان ولا موتزاريلا زي ما انت عايز يعني على حسب البادجت. لا البادجت مفتوح. لا موجود. وتحطه في البيضه وساندوتش وتقلبه وترفعه وتجيبه يا اما انا حاجه اقدم انا عمل شاء الله بسطت من شويه في الاومليت اللي فات بس انتوا كنتوا مشغولين في الكلام على كل الاحوال على كل حال على كل حال احنا وقتنا بنمضي هنا طبعا احنا وقتنا مع حضراتكم في حلقه النهارده يعني بيوشك على الانتهاء يا دوب نلحق نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه لحلقه النهارده وطبعا نشكر كابتن شريف عبد المنعم اللي نورنا واللي شرفنا بوجوده احنا بنكون طيبين وكل وهنتسحر بجد ده مش عشان الفقره بس فقره مين فقره بقول لحضراتكم طبعا بس قبل ما نختم احنا الاهلي في رمضان احنا مش حابين نطلع بالاطار اللي هو الرسمي نتكلم بشكل يعني في تحليل لا احنا حابين ان احنا نروح للجانب الشخصي الانساني مع كل ضيف بيكون معانا والموضوع يبقى لايت موضوع يبقى لطيف فده اللي احنا حابين ان احنا يعني مع كابتن شريف والحلقه اللي فاتت مع كابتن استاذ بيومي فؤاد وكل حلقه مختلفه مع برضو زملائنا ان احنا نعرض جانب لايت من ضيوفنا بكل حال زي ما كريم كان بيقول لحضراتكم كده الفقره والله يجري الوقت برضو الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت نقول باي باي ولا هنعمل ايه عايز طعميايه طيب كل سنة طيبين وميرسي جدا على استضافتكم الجميله دي ودايما دايما الوقت الحلو بيخلص بسرعه دايما الاهلي بيقدم كل حاجه حلوه ومبروك الماتش امبارح وعقبال اللي جاي باذن الله ان شاء الله تصبحوا على خير